السلام عليكم. يصادف شهر نوفمبر هو شهر التوعية بسرطان البروستات وأمراض الرجال، وهو الشهر اللي ندعو فيه جميع الرجال اللي عمرهم فوق ال 45 سنة إلى الذهاب إلى عيادة إما طبيب أسرة أو طبيب مسالك بولية لعمل كشف مبكر عن هذا الوعي. سرطان البروستات هو السرطان الثاني من حيث الانتشار لدى الرجال، وللأسف المعلومة المهمة انه في بلادنا العربيه اكثر من 70% من الحالات التي نكتشفها تكون في مراحل متاخره. فكما ندعو زي ما ندعو دائما الستات الى عمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عند الرجال ندعو للكشف المبكر عن سرطان البروستات عند جميع الرجال الذين يزيد عمرهم عن 45 عام، خصوصا اذا كان في تاريخ مرضي في العائله بوجود مثل هذا السرطان. البروستات فيها نوعين من انواع الاورام، الورم الحميد وهو تضخم الحميد للبروستات الذي يصيب اكثر من 50% من الرجال بعد عمر ال 50 الى 60 عام، وهو يمكن علاجه ببعض الادويه، واحيانا قليله جدا نحتاج الى عمل عمليات جراحيه لها. اما سرطان البروستات فهو بيكون مرض صامت في نسبه كبيره من الحالات، ويؤدي الى انتشار الورم دون معرفته، فهو مرض صامت. عشان هيك لازم نعمل الكشف المبكر عن هذا الورم بعمل فحص دم وفحص سريري في بعض الحالات التي يلزم عمل ذلك. شكرا جزيلا.